بوابة سحرية؟ فين البوابة السحرية دي يا أردون؟ أنا أول مرة أسمع عنها، تعال وريها لي بسرعة وربنا يستر إن شاء الله وننقذه، يلا تعالوا ورايا. ايه البوابة الغريبة دي؟ انا اول مرة اشوفها، المكان ده ما كانش فيه البوابة دي، يبقى اكيد فيه حاجة غامضة بتحصل. ايوه يا عم انا قلت لسيمبا كده بس هو ما سمعش كلامي ودخل برضو، يلا بقى عاوزين ننقذه. بابا يا بابا انا جيت يا اردون، سوبر مان انقذني الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا سيمبا، الحمد لله، يا ريتك كنت سمعت كلامي من الاول يا سمبو. الحمد لله على